مشاركة قياسية لدور النشر عبر العالم، يعود صالون الدولي للكتاب كواحد من أهم المحطات الثقافية في الجزائر التي تستقطب إليها آلاف المحبين لعالم الكتب والمطالعة. سرب ضخم من المؤلفين ودور النشر سيحط يوم 30 أكتوبر بقصر المعارض الصنوبر البحري، حيث تزاوج ثقافات متنوعة ل36 دولة مشاركة في هذه النسخة التي تأتي في ظروف سياسية واقتصادية استثنائية تشهدها البلاد. مشاركة يعني ما شفناهاش في السنوات الفارضة، بما أن هناك 1030 دار نشر شاركت، ما بينها 298 دار نشر جزائرية و 323 دار من الدول العربية أشقائنا العرب و 409 دار من باقي العالم. ميزانية هذه السنة قد انخفضت جدا. الصالون الدولي للكتاب سيلا 2019 يعود إلى القارة السمراء لتكون السنغال ضيف شرف نسخته 24 التي ستنطلق قريباً. لنا الفخر أن نكون ضيف شرف هذه النسخة من الصالون الدولي للكتاب، وفد رفيع المستوى سيحل بالجزائر، يترأسهم وزير الثقافة السنغالي عبد الله ديوب. هذه مناسبة جيدة للتعريف بثقافة السنغال للعالم، وكذا هي فرصة لدور النشر والكتاب السنغاليين للاحتكاك بغيرهم في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة التي تحتضنها الجزائر. تظاهرة ستشهد عودة جائزة عالي معاشي للمبدعين كآلية لتحفيز الشاب الجزائري الموهوب في عالم التأليف والكتابة، الذي تجاوز عدد المشاركين منهم 40 سيحظون بدعم خاص من وزارة الثقافة. رأت وزارة الثقافة أن تعمل على نشر الأعمال الفائزة المتعلقة بجائزة علي معاشي للمبدعين الشباب، ليس إلا من أجل هؤلاء المبدعين الذين ينبغي لهم أن يحلقوا في سماوات الإبداع. العد التنازلي لمعرض الكتاب بدأ، ويجزم المتابعون للمشهد الثقافي بالجزائر أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد ستلقي بظلالها عن طريق مفاجآت عديدة من خلال كتب ومؤلفات شاهدة على حراك الجزائر توثيقا لهذا الحدث الهام في تاريخها المعاصر. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.